بيبا وجورج متحمسان جداً. لم يذهبا لمنزل الأرنبة ريبيكا من قبل. أبي، هل اقتربنا؟ الخريطة تقول إن منزل ريبيكا على التلة التالية. أنا لا أفهم، يجب أن يكون منزل ريبيكا هنا. إننا تائهون، هناك فقط حديقة الجزر. أين قد يكون منزل الأرنبة ريبيكا؟ مرحباً جميعاً. ريبيكا، أتريدين اللعب بغرفتي؟ غرفتك؟ لكن أين هو منزلك؟ بيبا لا ترى منزل ريبيكا بأي مكان. التل هو منزلنا، إنه يدعى جحر. سأريكما. أراكما لاحقاً. نراكما لاحقاً. تعاليا. ليس لدينا درج، لدينا أنفاق. واو. منزل ريبيكا مختلف عن منزل بيبا. هذه هي غرفتنا. واو، لديك سرير وأيضا نافذة وصندوق لعب مثلنا تماما. بالطبع. يعجبني منزلك، أتمنى لو كنت أرنبة أيضا. أنا أعرف، سأعلمكما كيف تكونان أرنبين. أجل، أرجوك. أولا حركا أنفيكما وافعلا هكذا. جيد يا أرنبة بيبا وأرنب جورج. بيبا تحب كونها أرنبة، جورج يحب كونه أرنباً. الأرانب تحب الجزر. هذا لذيذ. يم 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 يم، هذا لذيذ. يا جورج لا يحب الجزر، لا يريد حتى تجربته. حسناً، المزيد لنا إذن. بيبا وعائلتها وصلوا منزل كلوي. مرحبا. اهلا بالجميع. مرحبا بيبا وجورج. هذه كلوي، ابنة عمي بيبا وجورج. لكن اين ابن عمنا الجديد؟ ها هو ابن عمكم الرضيع. اوه، ابن العم الجديد هو رضيع صغير. اوه، انه طفل جميل. اهي فتاة رضيعة؟ لا، انه صبي. اوه، تمنيت لو كانت فتاة. انا ايضا. جورج سعيد لأن الرضيع صبي. ديناصور. الرضيع صغير على اللعب بالديناصورات. جورج، الطفل الرضيع لا يريد اللعب معك، بل يريد اللعب معي أنا. بيبا، إنه صغير جداً على اللعب بالكرة. لكن إن لم يستطع اللعب بالديناصور أو هذه الكرة، ما الذي يفعله؟ إنه يأكل وينام ويفعل هذا. أنتي بيج، هل يمكنني حمل الطفل؟ أجل، إن توخيت الحذر يمكنك حمل ألكساندر. ألكساندر؟ هذا اسمه، الطفل ألكساندر. يا له من اسم كبير على طفل صغير. إنه لطيف بالرغم من أنه صبي. أوه، ما هي تلك الرائحة؟ ربما سنغير حفاضة ألكساندر. هذا مقرف. بيبا، عندما كنت طفلة ارتديت الحفاضات. أنا لم أفعل. أمي، أألعب مع جورج وبيبا بالحديقة؟ أجل. دادي بيج يقرأ جريدته. يمكنكما أخذ الجريدة عندما أنتهي من قراءتها. حسناً. فرحة. الآن يمكننا البدء بالرسم. جورج المضحك، الأطفال الكبار لا يضعون أيديهم في الطلاء. جورج يحب الرسم بيديه. بيبا تحب الرسم بيديها. جميل جداً. أيمكنني الحصول على بطاطس؟ لم أطبخها بعد يا دادي بيج. هل أنت جائع يا دادي بيج؟ أنا لا أريد أكلها. شاهدوا هذا. ماذا يفعل دادي بيج؟ أوه. الآن من يمكنه إخباري ما هذا؟ إنها وردة. أبي الماهر.
ماهر. كنت أحب الرسم عندما كنت طفلاً. الآن أين هي أشياء الرسم القديمة؟ أبي، لما ترتدي هذه القبعة المضحكة؟ هذه قلنسوة تساعدني في التركيز على الرسم. الآن ماذا علي أن أرسم؟ خيار صائب يا جورج، سأرسم شجرة الكرز القديمة. ما هذا؟ إنه مسند يا بيبا، يحمل قماش لوحاتي. وما قماش اللوحات؟ إنه مثل الورق يا بيبا، لكنه خاص برسوماتي. هذا معجون وأسنان؟ لا يا بيبا، إنه طلاء خاص بالفنانين الكبار. واو، قطار لعبة صغير. هذه ليست لعبة، هذه جيرترود، إنها نموذج مصغر للقطار. ألا يحتاج لسكة حديدية للسير؟ أوه لا، وضعت بها عجلات سيارة كي تذهب لأي مكان تريده. جدي، أيمكننا ركوب جيرترود؟ اصعدا. سنسير بأقصى سرعة. إلى اللقاء يا جدتي. أراكم لاحقا. بيبا وجورج يحبان قطار الجد الصغير. قطار الجد يسير تشو 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 تشو. قطار الجد يسير تشو تشو طوال اليوم، والصغار على القطار هوب 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 هوب، والصغار على القطار طوال اليوم. ها هو الكلب الجد ومعه الكلب داني. مرحبا. أهلا داني. أرى أنكم تلعبون لعبة القطارات. لعبة؟ جيرترود ليست لعبة. كيف حال شاحنتك الصغيرة؟ شاحنتي الصغيرة؟ شاحنتي مركبة جيدة وملائمة للعمل. جدي، أيمكنني ركوب القطار؟ كما تريد يا داني، إن كنت تحب اللعب بالقطار. شكراً يا جدي. أراك لاحقاً. الأنسة أرنبة تقود الحافلة. وعلى يسارنا نرى التلال والأشجار. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا. الزرقاء فازت بسيارة لعبة. أحسنت يا داني. أيمكنني الحصول على تذكرة؟ شكراً بيبا. ما الذي تريدينه؟ رحلة المنطاد. أليس من الأفضل أن تفوزي بكعكة الشوكولاتة المنزلية؟ دادي بيج يحب كعكة الشوكولاتة المنزلية. الحمراء فازت برحلة المنطاد. ليصعد الجميع. هيا، كم عدد الركاب؟ أربعة. وأيضاً تيدي ديناصور. أوه، وتيدي والديناصور، نحن ستة. اصعدوا. أسرع يا دادي بيك، اصعد. أسرع يا أبي. لنربط الدعامة، سننطلق بأقصى سرعة. مذهل جداً آنسة أرنبة، لابد أنك قبطانة ماهرة. ليس حقاً، هذه أول مرة أقود فيها منطاداً. أوه. تمسكوا. الأنسة أرنبة تسخن الهواء في المنطاد لتصعد للسماء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أتريدون قراءة الخريطة؟ سأفعل. أمتأكد يا دادي بيك؟ أنا جيد جداً في قراءة الخرائط. هذه الخريطة صعبة قليلاً. هل نرتفع أكثر؟ أجل أرجوك. أعلى أعلى. المنطاد يرتفع أكثر في السماء. أوه، أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، نحن نطير بداخل سحابة. واو، السماء عادت مجدداً. مرة. منطاد كبير، منطاد كبير. هل صعد الجميع؟ أجل أيها القبطان. هيا لنبحر. نراكم لاحقا. نراكم لاحقا.
بيبا وكل أصدقائها يرتدون سترات النجاة. جورج، يمكنك ارتداء قبعة القرصان. اليوم سنبحر إلى جزيرة القرصان. لو كنا محظوظين قد نجد كنزاً مدفوناً. يبدو أن جزيرة القرصان مكان رائع. ها هي الأرض. لقد وصلنا جزيرة القرصان. إنه كاشف للمعادن، إنه يجد الكنز المدفون. جرانبا بيج يستخدم كاشف المعادن ليبحث عن الكنز المدفون. أها! لقد وجد كاشف المعادن شيئاً. هيا نقم بالحفر. إنها عملة صغيرة. كنز! مرحبا! هيا لنجد المزيد. أها! لقد وجدنا شيئاً آخر يبدو كبيراً. غير معقول، هذه القطعة من الكنز ثقيلة بعض الشيء. يا إلهي، هذا ليس كنزاً مدفوناً، هذه عربة تسوق قديمة. لنكتفي من البحث عن الكنز. من يساعد في بناء قلعة رملية كبيرة؟ إنها فكرة جيدة جراني بيج. سأذهب لتفقد القارب. جراني بيج ستساعد الأطفال في بناء قلعة رملية كبيرة. يا أطفال، سوف نقيم سوقاً خيرياً. المال الذي سنجمعه سنشتري به سطحاً للمدرسة. مرحبا! على الجميع إحضار شيء للسوق الخيري. ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئاً لم يعد يستخدم. مياو. لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم. وقت الرحيل. لا تنسوا ألعابكم القديمة للسوق الخيري غداً. تختار بيبا لعبة للسوق الخيري. بيبا، هل قررت؟ فلتختاري لعبة واحدة. أجل، وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة. حسناً، أنا سأتبرع بالسيد ديناصور. سيد ديناصور هو لعبة جورج المفضلة. بيبا، لا يمكنك التبرع بسيد ديناصور. ألا يمكنني؟ لا. يا للورطة، أنا آسفة. ديناصور، هل تتبرعين بصندوقك الصغير؟ حسناً، الآن دورك يا أبي. ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري. سأتبرع بهذه، وجورج سيتبرع بالكرة. بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت، إنه التلفاز. ليس التلفاز. لا، إنه مفيد جداً. أنا أعرف، خفاء أبي القديمان. لا، رائحتهما سيئة. عرفت، إنه كرسي أبي القديم. لكن هذا أثري. ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديماً جداً وقيماً. لكن وجدته في سلة النفايات، إنه زهيد. سيساوي الكثير عندما أصلحه. هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. مرحبا. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى. يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد. أهلاً ريبيكا.
مرحباً جميعاً. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جداً، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جداً في السباحة. عندما يكبر جورج وريتشارد سيستطيعان السباحة مثلنا، صحيح يا ريبيكا؟ أجل. أوه، ريتشارد لديه لعبة رشاش. توقف يا ريتشارد. أوه يا إلهي، أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة. يبدو أن أحدهم استيقظ مبكراً. عيد ميلاد سعيد يا جورج. لقد أيقظني جورج. أنت أيقظت الجميع يوم مولدك يا بيبا. كان هذا مختلفاً، كان هذا عيد مولدي. واليوم هو عيد ميلاد جورج. عيد ميلاد سعيد يا جورج. ها هي هديتك يا جورج. كنت أعلم أنها ستكون شيئاً متعلقاً بالديناصورات. اضغط على بطني. هذا مخيف. جورج، لقد صنعت لك بطاقة معايدة. أيمكن أن تخمن ما هي الصورة؟ جورج لا يمكنه. أنا كنت سوف أرسم لك وردة. جورج لا يحب الورود، لكن في النهاية رسمت لك ديناصور. هذه رسمة جميلة يا بيبا. أجل، أنا بارعة جداً في الرسم. الآن سوف نذهب لمكان مميز كي نحتفل بميلاد جورج. أجل، هيا بنا. إلى أين سنذهب؟ سترون. العائلة ستذهب للاحتفال بعيد ميلاد جورج. سنذهب إلى السيرك؟ لا، سنذهب إلى مكان رائع. هل هي السينما؟ لا، مكان أفضل. أنا لا يمكنني التخمين. إلى أين هم ذاهبون؟ لقد وصلنا. وصلت العائلة إلى المتحف. لما نحن في المتحف يا أبي؟ تعالوا وسترون كيف سيكون الاحتفال يا جدي. أوه، ما هذا؟ انظر، هناك وحش فظيع عليه. وحش. هذا ليس وحشاً، إنه مجرد حلزون. أوه، إلى أين ذهب؟ إنه يختبئ في صدفته. هذا هو مكان عيشه؟ أجل، إنه منزله. انظر، إنه يخرج ثانية. أهلاً سيد حلزون. يا جدي، هل سيد حلزون لديه سرير في منزله؟ أوه لا 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 يا بيبا. لو كنت حلزوناً سأمتلك سريراً وأيضاً طاولة وكرسياً وثلاجة وتلفازاً كبيراً. جدي، ماذا تأكل الحلزين؟ حسناً، إنها في الغالب تأكل خضرواتي. أوقف هذا أيها الحلزون الشقي. جدي، أنا وجورج سنلعب كالحلزين. يمكن للسلال أن تصبح أصدافكما. الآن تبدوان مثل الحلزون الشقي. وأنا سوف أقوم بأكل كل خص جراندبا بيج وأوني. ابتعدا عن خصي العزيز أيها الحلزونان الشقيان. وعندما يصيح بي جراندبا بيج سأختبئ في منزلي. أجل. مرحبا، هذا أنا دادي بيج. مرحبا دادي بيج. أضغط على الزر أيضا؟ بالطبع يا بيبا. أجل، هذه أنا. أهلا أنا، هيا.
مكتبي في الطابق العلوي. علينا أن نصعد بالمصعد. أيمكنني الضغط على الزر؟ أظن أنه دور جورج. اضغط على الزر الأعلى يا جورج. سأخذ المصعد بيبا وجورج ودادي بيج لطابق عال جداً. واو! الطابق العلوي، ستفتح الأبواب. هذا هو مكتب دادي بيج. مرحباً جميعاً. مرحباً دادي بيج. مرحباً بيج. سيد أرنب وسيدة قطة يعملان مع دادي بيج. لقد أحضرت زائرين مميزين معي اليوم، بيبا وجورج. لقد تشرفت. هيا لنبدأ الجولة. سيد أرنب، أيمكننا البدء بمكتبك؟ بالتأكيد يمكننا. وظيفتي تتعلق بالأرقام. أحصل على أوراق مهمة جداً، ثم أخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق. واو! وظيفة سيد أرنب رائعة جداً. هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد سأجد لك بعض الأوراق. لقد وجدت البعض. ربما سنستخدم أوراقاً أخرى. تفضلي. تحب بيبا استخدام الختم. أحب القيام بوظيفة سيد أرنب. لنكمل الجولة. التالي مكتب. أطفال، انتباه من فضلكم. اليوم سنذهب في جولة إلى الجبال. مرحبا. أحضرتم وجبات خفيفة؟ أجل سيدة غزال. سيدة غزال، أيمكننا تناول وجباتنا الآن؟ بيبا، سنتناول وجباتنا عند الوصول. بيبا، ماذا أحضرت كوجبة خفيفة؟ تفاحة حمراء. لدي تفاحة خضراء. هيا نتبادل. حسناً. بيبا، سوزي، ماذا تفعلان؟ سوزي قالت لي أن أفتح علبة وجبتي. بيبا قالت لي أن نبدل تفاحنا. لا بأس، لكن وفر بعض الطعام للنزهة. حسناً سيدة غزال. الحافلة وصلت أسفل الجبال. طريق الجبل وعر جداً. هيا يا حافلة، ستفعليها. هيا يا حافلة. مرحبا. بيبا وأصدقاؤها وصلوا قمة الجبل. انظروا إلى هذا. رائع 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 رائع. من قال هذا؟ إنه صدى صوتك. وما هو صدى الصوت؟ الصدى هو الصوت الذي تسمعينه عندما تتحدثين عالياً بالجبال يا بيبا. ها 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 هي هو. 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 ها ها هي هو. الصدى ممتع. إن الملعب قريب. حسناً، لنذهب سيراً. هيا من هنا. ذاهبون للملعب، ذاهبون للملعب. إلى أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، إنه مجرد غيم. ما هو الغيم؟ الغيم هو سحاب على الأرض بدلاً من السماء. إنه غيم كثيف. أنا لا أرى أي شيء. ربما علينا العودة للمنزل. أجل، سوف نذهب للملعب يوماً آخر. إن الجو ضبابي جداً للذهاب إلى الملعب، لذا عليهما العودة للمنزل. الآن، أين هو طريق المنزل؟ هل تهنى دادي بيج؟ لا تقلقي، أعلم تماماً أين نحن. من هنا. من وضع هذه الشجرة؟ دادي بيج ارتطم بشجرة. هل أنت بخير دادي بيج؟ أجل، أنا بخير. من هنا. دادي بيج،
أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف. لا أعتقد أننا سوف نجد منزلنا مجدداً. واثق أننا سنفعل يا بيبا، نحن في حديقتنا. أوه، إنهم البط. مرحباً سيدة بطة، هل أنت تائهة عن بركتك؟ نحن تائهون أيضاً. نحن لسنا تائهين، أعلم تماماً أين نحن. أراكم لاحقاً يا بط، حظاً سعيداً في إيجاد بركتكم. لقد وجدت. بابا وجورج يحبان اللعب بالعشب الطويل. دادي بيك سيقرأ جريدته. يا له من يوم جميل بالراحة. دادي بيك يحب ألا يفعل شيئاً. يا إلهي دادي بيك، تركنا الحديقة مهملة بعض الشيء. ماذا تقصدين يا مامي بيك؟ العشب يحتاج للقص. أوه، إنه يعجبني، يبدو كحديقة برية. أمي، أبي، تعاليا والعبا في العشب الطويل، هذا ممتع. حسناً، لنلعب جميعنا بالكرة المنقطة. إلى أين ذهبت؟ فقدت الكرة في العشب الطويل. الآن لن نجدها. ربما حان وقت قص العشب. أجل دادي بيك، سأجلب جزازة العشب، واثق أنها هنا في مكان ما. ها هي. دادي بيك وجد جزازة العشب. إنها قديمة وصادئة. ليس حقيقياً، ستقوم بقص العشب بسرعة. صادئة بعض الشيء. ربما نتصل بجرامبا بيك ونستعير جزازة عشبه. لا نحتاج لمكالمة أحد، علينا فقط الدفع بشكل أكبر. جزازة عشب دادي بيك ليست جيدة. أعرف، لنتصل بجرامبا بيك. مرحباً، معك جرامبا بيك. مرحباً بيك، أتساعدنا في قص بعض العشب الطويل؟ أوه، نعم بالطبع، سوف آتي في الحال. إلى اللقاء. أعتقد أن هذه وظيفة بيتسي. بيبا وجورج عند طبيب الأسنان ينتظران الفحص. الانتظار ممل جداً. هذه المجلة مسلية جداً، إنها عن البطاطس فقط. بيبا، جورج، الطبيب سيراكما الآن. مرحبا. هذا الدكتور فيل، الطبيب. أهلاً بيبا، أكنت تغسلين أسنانك؟ نعم دكتور فيل. جيد، الآن من سيبدأ؟ أنا أولاً، لأنني فتاة كبيرة. راقبني يا جورج. اجلسي هنا رجاءً. تمسكي. افتحي فمك من فضلك. أكثر من فضلك. الآن لنلقي نظرة. إنه يستخدم مرآة صغيرة لينظر إلى أسنان بيبا. آمل أنك لم تأكل الكثير من الحلوى يا بيبا. من الصعب الحديث عندما يكون فمك مفتوحاً. أها، انتهينا، يا لها من أسنان نظيفة. ورثتها مني. أيمكنني الحصول على الشراب الوردي؟ أجل، لكن لا تبتلعيه يا بيبا، ابسقيه. جورج، حان دورك الآن. لا، جورج لا يريد أن يكون هذا دوره. يمكنك إمساك سيد ديناصور بينما يفحص طبيب أسنانك. ديناصور. سعيد برؤيتك يا سيد ديناصور. إنه ليس ديناصوراً حقيقياً، إنه من البلاستيك. تمسك جيداً. يا جورج لا يحب ارتداء قبعة المطر. جورج، عليك ارتداء قبعتك. لماذا؟ لأنه عليك أن تظل جافاً. لماذا؟ كي لا تصاب بالبرد. لماذا؟
جورج، أتريد اللعب في الحديقة؟ إذا لا تخلع قبعتك. هيا يا جورج. بابا وجورج سيقفزان في برك الطين. يا جورج لا يريد ارتداء قبعة المطر. بابا جورج، عودا للداخل، إن المطر كثيف جدا، لا يمكن اللعب. أوه يا جورج، أين قبعتك؟ أصيب جورج بالبرد. أوه جورج المسكين، لا تبدو على ما يرام. لا تقلق، سأهاتف دكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث؟ حسناً، ضع جورج بالفراش وسوف آتي على الفور. أشكرك يا دكتور براون الدب، إلى اللقاء. هل سيذهب جورج إلى المستشفى ويأخذ أدوية علاجية؟ لا، جورج عليه الذهاب إلى الفراش. أوه، إذن جورج ليس بالفعل مريضاً حقاً. إن هذا مقرف جداً. أوه جورج المسكين، هيا إلى الفراش. جورج، امكث في الفراش لبعض الوقت. لا، جورج لا يريد أن يبقى في الفراش. جورج، إلزم الفراش حتى تشعر بتحسن. لماذا؟ لأنه عليك البقاء دافئاً. لماذا؟